أهلا بك حسام. أهلا محمد بك وبكل مشاهدي الأفاضل. بداية موسم أسود داخل بيت اتحاد العاصمة في ظل تواصل أزمة النتائج، آخرها سقطة أمام شبيبة الثورة في الديار، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع رغم تغيير المدرب وعودة الدوليين، وهو ما ينبئ بانفجار الأوضاع إذا لم يتم احتواء الأزمة قريبا. التقرير محمد نجيب هنان. Les personnes qui étaient là aujourd'hui, qui aiment ce club, qui étaient très très en colère, ben, je suis à 100% avec eux et je comprends vraiment vraiment leur colère. من القمة إلى الحضيض، سقوط حر في بيت اتحاد العاصمة، أحد مفاجآت البطولة المحترفة حتى الآن هذا الموسم. معاناة تزداد حدة من جولة لأخرى وسط دهشة اللاعبين قبل الجماهير. سي با دين دي ليكيب تاع اتحاد العاصمه نخسروا دو ماتش ا دوميسير سيرتو ا بولوغين، اون كوني لا فورس تاعنا ا بولوغين، مي جو بونس في هاد لو مومون ني مونك دو ريسيت. لسان حال الاتحاد صار ينطق الخسارات تلو الاخرى، رغم ان التركيبه البشريه لا تقارن من حيث النوعيه، لاعبون دوليون يعجزون عن تحقيق الانتصارات داخل الديار، فما بالك خارجها. أسوار ملعب عمر حمادي ببلوغ كانت شاهدة على سقطتين متتاليتين قلما تحدثان مع فريق بقيمة ووزن اتحاد العاصمة، ولعل صورا كهذه لخروج الحكام تحت الحراسة ومعها اللاعبون تحت وابل من الشتائم لخصت أحوالا كارثية لمناشطي نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا. J'ai tout fait pour avant le match pour les remotiver pour essayer de leur donner cette confiance. Donc on va continuer, on va pas baisser les bras. Les défaites emmènent les défaites et les victoires emmènent les victoires. تغيير المدرب يبدو أنه حيلة لم تلقى للحلول سبيلا، فسرعان ما استقرت الأحوال على ما هي عليها بعد عودة القديم الجديد ميلود حمدي الذي تلقى صفعة أخرى من شبيبة الثورة في الديار، ليصير بذلك لقمة سائغة للمنافسين على اختلاف أسمائهم. نطلب من الأنصار يسمحونا ويقفوا معنا باسكو لازم نخرجوا رابيدمون من الوضعيه هذه. ما الذي يحدث في بيت سوستارا؟ سؤال يبدو انه يليق بحاله اصحاب اللونين الاسود والاحمر، ونقطه استفهام لا يرى لها تفسير على الاقل في القريب العاجل. أقر لاعب المنتخب الوطني ونادي ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بأنهم كلاعبين يتحملون قسطا من مسؤولية تراجع نتائج الخضر إلى جانب التغييرات المتكررة في الطاقم الفني. ولم تمر الخرجة الأخيرة للمدرب رابح ماجير بعد مباراة إفريقيا الوسطى والغضب الذي انتابه مرور الكرام على الصحافة العالمية، خاصة وأن الكلام كان موجها لرياض محرز. ردة فعل رياض محرز بعد توتر المدرب رابح ماجير أخذت حيزا كبيرا في الصحافة البريطانية، حين كتبت صحيفة الديلي ميل البريطانية: محرز بقي كالمتفرج وعلامات الاستفهام ظاهرة على وجهه، في حين وصفت جيف مي البريطانية محرز بالفتى الضائع بعد تدخل المدرب رابح ماجير والصورة الحزينة التي كانت ظاهرة على وجهه. الميرور البريطانية بدورها كتبت: صوت محرز يغيب بعد تدخل المدرب الذي أخذ الكلمة. أكد الناخب الوطني رابح ماجير في حوار له مع صحيفة فرانس فوتبول أن ما قام به في الندوة الصحفية كان يجب أن يقوم به من منطلق وضع النقاط على الحروف لأشخاص تحاول تدمير المنتخب الوطني لخدمة أطراف سابقة، في إشارة للمكتب الفيدرالي السابق بقيادة روراوا، مضيفا بأن السؤال الذي وجه لمحرز كان استفزازيا له بطريقة غير مباشرة، موضحا بأن التصفيرات التي كانت في ملعب 5 جويلية كانت مدبرة للتأثير على الخضر، واصفا مشواره إلى الحد الآن مع المنتخب إيجابي رغم قصر المدة. الظاهر أن الناخب الوطني رابح ماجير سيعاني كثيرا في انتقاء اللاعبين للمنتخب مستقبلا، سيما وأنه فتح الباب أمام اللاعبين المحليين، حيث تعالت الأصوات المنتقدة لمعايير استدعائه للاعبين من أندية ترى أنها غير ممثلة للمنتخب ظلما، لينطبق بذلك المثل الشعبي الشهير على ماجير: إرضاء الناس غاية لا تدرك. التقرير لوليد معمري. إرضاء الناس غاية لا تدرك،
مثل شعبي يحاكي وضعية الناخب الوطني رابح ماجر حاليا، فكلما حاول سد ثغرة من الثغرات الكثيرة التي ورثها من سابقيه يجد نفسه يفتح جبهات صراع نارية هو في غنى عنها. كيف لا والانتقادات تنهال عليه من كل حدب وصوب، وآخرها مطالبة بعض الأندية المحلية بضرورة تواجد لاعبيها في المنتخب على غرار شبيبة الثورة المتألقة في المواسم الأخيرة. oui, c'est malheureux. C'est malheureux de le dire. Je sais que la médiatisation c'est important dans le sport. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait de carrière professionnelle et internationale parce que comme ça qu'un واحد ما تكلم عليهم. سنستدعي الأحسن والأجدر بحمل الألوان الوطنية بغض النظر عن كونه لاعبا محليا أو محترفا. هكذا كان رد ماجر لكل من استفسر عن معايير ومقاييس استدعاء اللاعبين للمنتخب مستقبلا. إن شاء الله من الآن نبدأ نخدمه ونختاروا اللاعب المناسب للمنتخب الوطني الجزائري. راح يكونوا لاعبين آخرين، راح نشوف لاعبين آخر. يعني باش نقول لك أنا جو سوي ساتيسفي 100%، جو سوي با ساتيسفي 100%. تصريح رغم كونه منطقيا إلى أبعد الحدود، إلا أنه لم يشفع لماجر ولم يحميه من سهام الانتقادات، سيما وأن بعضها كان حادا للغاية في شاكلة ما يقوله قائد شبيبة الثورة عن عدم تواجد أي لاعب من ناديه في المنتخب. لي جوار تاع الثورة سي دي زالجيريان تاني، تما يقول لك كما تشوف عندنا دي جوار يميريتيو ليكيب ناسيونال. أي نعم، كلنا جزائريون، وحلم تقمص الألوان الوطنية طموح مشروع لأي لاعب، ولكن دفع الناخب الوطني لتسيير المنتخب واستدعاء اللاعبين بنظام الكوطة ستكون حتما عواقبه وخيمة. عين الناخب الوطني السابق لوكاس ألكاراز كمدرب جديد لنادي ألميريا الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية، وهذا بعد اتفاقه مع إدارة الفريق على التوقيع على عقد حتى صيف 2019، حيث أعلن النادي الإسباني بأن ألكاراز سيشرع في عمله بداية من السبت القادم خلفا للمدرب لويس ميغيل راماس الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج. وضع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اسم المنتخب الوطني الجزائري ضمن المنتخبات التي سيقوم بدعوتها للمشاركة في مونديال مصغر على شكل دورة ودية ستنظمها أمريكا بمشاركة أقوى المنتخبات الغائبة عن مونديال روسيا في صورة هولندا وإيطاليا، حيث وضع الاتحاد الأمريكي قائمة من المنتخبات الغائبة ومن بينها الخضر للمشاركة في هذه المنافسة، وهذا أياما قليلة قبل انطلاق مونديال روسيا، حيث كشفت تقارير إعلامية أمريكية بأن الاتحادية الأمريكية ستشرع في الاتصال بمختلف منتخبات العالم للمشاركة في هذه الدورة. محليا أعرب قائد شبيبة الثورة سيد علي يحيى شريف عن أسفه وتأثره من عدم وجود أي لاعب من ناديه في المنتخب الوطني، بالرغم من أن الثورة هذا الموسم تلعب الأدوار الأولى وتملك لاعبين في المستوى بامكانهم منح الاضافه اللازمه للمنتخب. لي جوار تاع الثوره سي دي زالجيريان تاني، تما يقول لك كما تشوف عندنا دي جوار يميريتيو ليكيب ناسيونال كيما بورديم كيما بوسماحه يميريتيو ليكيب ناسيونال، ان شاء الله كما يقول لك انا وما يشوفوا فيهم كما يقول لك. وبهذا ناتي واياكم الى ختام الموعظه الرياضيه، اشكركم على المتابعه، نلتقي في الحصاد ان شاء الله. مساء الخير ريما، مساء الخير عيسى، مساء الخير مشاهدينا الافاضل، واهلا بكم في هذا الموجز الرياضي. بدايه حقق قسنطينه فوزا ثمينا على حساب الضيف مولودي طهران، قوام هدف دون رد ضمن فعاليات الجوله 12 من المحترف الاول في لقاء احتضنه ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينه. وبهذا الفوز يوصل السياسي عزفه المنفرد في الصداره برصيد 27 نقطه، في حين تمكنت مولودية الجزائر من الإبقاء على النقاط الثلاث بملعبها وفازت على دفاع تاجنت بهدفين لواحد، فوز ارتقى به العميد للمركز الثالث مؤقتا برصيد 18 نقطة. أما اتحاد الحراس فسقط مرة أخرى على ملعبه أمام الضيف اتحاد بالعباس الذي حسم النتيجة لصالحه بهدفين لواحد، مكنه من احتلال المركز السابع. هذا وتستكمل باقي اللقاءات غدا السبت.
وصل فريق اتحاد الحراش عروضه المخيبة منذ بداية الموسم الحالي، حيث سقط هذه المرة أمام الضيف اتحاد بالعباس بنتيجة 2-1 بملعب أول نوفمبر بالمحمدية لحساب الجولة 12 من المحترف الأول. ثنائية بالعباس سجلها المتألق زواري في الدقيقتين 69، فيما قلص الفارق للحراش اللاعب حاج بوغاش في 70، ليرفع فريق اتحاد بالعباس رصيده 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الحراش عند النقطة 9. جمال الدين نيت عمر رصد التصريحات التالية. مباراة صعبة، نهني فريق اتحاد بالعباس على الفوز هذا. هزيمة كانت قاسية وهزيمة كانت مفاجأة بصراحة. بطبيعة الملاعبية قدموا كل ما عندهم، الملاعبية حبوا ينتصروا وحبوا يقدموا أداء كبير. ما عندي ملوم على اللاعبين، هذيك هي أحكام الكورة مالوريزمون. اليوم ما صارت تخسر، دونك انا جينا بالنيه تاع نجيب نتيجه ايجابيه ويا ربي نولوا اطراف الايمان بنقطه. ونا بيان ترافاي في التيران، ونا ايتي اورغانيزي كو لعبه كانوا كومباتيف ايزون كرو كانت عندهم ايمان كرون فولونتي الوغ اون كي قد نقول دي زوكازيون بروفيتينا اون دوزيام ميتون ماركينا اون جيري الماتش. كنظن فوز ثامن كونتر اون بون ايكيب تاع الحراش. نظن لي براتيكو اليوم الفوتبول مليح، نظن حنا جينا على لي 3 بوان، ربي وفقنا فيهم وبفضل المجهودات كاع تاع الجروب اليوم دينا لي 3 بوان هادي اللي تخلينا نخدموا لا سويت شامبيون ان شاء الله. اليز ان شاء الله الحمد لله. صافي بليزير، نشكر كامل لي جوار على المجهودات اللي قاموا بهم. غادي فايكش هاد الفوز يطلع لنا المعنويات تاعنا دابري لي ديفات لي فا بلوتو لي فو با لي درناهم في ستادنا ولا ديفات تاع صوره. صافي بيان لونتو ما درناش ريزولتا بوزيتيف، الحمد لله ان شاء الله مهد لا فيكتوار ان شاء الله نونشينيو في لي ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. وصل فريق جمعية عين مليلة عروضه الجيدة في الرابطة المحترفة الثانية، خاصة بعد فوز عشية اليوم أمام مضيفه مولودية العلمة بنتيجة 2-0 ضمن فعاليات الجولة 12 من المحترف الثاني موبيليس. الجمعية رفعت رأسيدها للنقطة 28 في صدارة البطولة وبفارق 4 نقاط عن مولودية بجاية التي فازت هي الأخرى على أولمبي شلف 3-1 بملعب الشهيد بومزراك بشلف، رافعة رصيد للنقطة 24، فيما ارتقى أيضا شباب أهلي برج بوعريريج للمركز السابع بعد فوز الصعب على جمعية عين الفكرون 2-1، وعليه جاءت النتائج على النحو التالي. على طريقة سابقه، فضل الناخب الوطني رابح ماجر فتح قلبه للصحافة الفرنسية لتبرير ما بدر منه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة الجزائر وإفريقيا الوسطى. المزيد مع الزميل العربي أي طهر، نتابع. كشف الناخب الوطني رابح ماجر في حوار مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بأن عملا كبيرا في انتظاره على رأس العارضة الفنية للخضرة، رغم أنه لم يخفي بأنه قام بعمل خارق للعادة مع اللاعبين طيلة 10 أيام كاملة في تربص سيدي موسى، بعدما تمكن رفقة اللاعبين من التعادل مع المنتخب النيجيري بهدف مثله وفاز على منتخب إفريقيا الوسطى وسط غياب عدد معتبر من اللاعبين مع إشراك وجوه جديدة على غرار فرحات عبداللاوي وعودة جابو. وبخصوص رده العنيف على سؤال معمر جبور، وضح بأن الزميل الصحفي يهاجمه منذ مدة ويستغل منصبه لتمرير رسائل معادية لماجر ولاعبيها، وأنه رفقة 4 صحفيين ومحللين يحاولون إسعاد بعض الأطراف في إشارة منه إلى رئيس الاتحادية الأسبق محمد روروا، كما أكد بأنه لم يهن الصحفية ورد فعله جاء لحماية لاعبيها. ماجر ذهب إلى بعد من ذلك حين قال بأن جبور والبقية يسيرون الرأي العام بتصريحاتهم، وهو ما يجعل رد فعل الأنصار مع اللاعبين من فوق المدرجات غير عادي تماما وغير مفهوم، وأن الضغط الإعلامي سلبي على اللاعبين وكان عليه حمايتهم. الناخب الوطني شدد على أنه طوال مسيرته الكروية كلاعب ثم كمدرب احترم الصحافة، لكن مع جبور كان من اللازم وضع النقاط على الحروف، وأن هذه القضية بالنسبة له طويت نهائيا. ما
ماجر بهذا الحوار مع المجلة الفرنسية الشهيرة فرانس فوتبول أهان الصحافة الوطنية على مرتين، الأولى لما قام بتصرفه الطائشي خلال الندوة الصحفية بحضرة الأجانب، والثانية لما اختار وسيلة أجنبية لتبرير فعلته، علما أن غالبية رجال الإعلام الجزائريين اتصلوا به لإعطائه حق الرد بعدما استجوبوا الإعلامي معمر جبور، لكن هاتفه أجاب للفرنسيين كسابقيها. قالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إن مدير المنتخبات الوطنية بوعلم شارف سيشرف على فئتي أقل من 21 سنة بمساعدة حسين عبد العزيز، بينما يتكفل محمد حنيشت بتدريب حراس المرمى. من جهته سيتولى سليم سبع مهمة تدريب منتخب أقل من 20 سنة بمساعدة حسين آشيو، أما منتخب أقل من 17 سنة فسيشرف على عارضته الفنية سفيان بوجلال. يشار إلى أن المنتخبات الوطنية لأقل من 17 سنة وعشرين سنة وواحد وعشرين سنة مدعوة لخوض تصفيات الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020 وتصفيات كأس أمم إفريقيا. قبل الختام مشاهدينا الأفاضل، لا بأس أن نذكر بأنه بمناسبة الذكرى الثامنة لملحمة أم درمان تتابعون مباشرة بعد النشر روبورتاجا حول هذه الملحمة، الروبورتاج من إعداد الزميلة نوال بوكطاف. ختام الموجز الرياضي، إلى اللقاء.